ازاي بتختاروا بقى الطلبة اللي انتوا بتبعتوهم؟ عمليات الاختيار، احنا عندنا عمليات اختيار ممنهجة، لان احنا هدفنا ان احنا نطمن ان الطالب اللي هياخد الاستثمار، لان احنا ده بنسميه استثمار، صحيح، احنا بنستثمر فيك، فاحنا عايزين نطمن ان الاستثمار ده في محل. عندنا عمليات اختيار ممنهجة، عندنا مراحل اختيار متعددة، مراحل اختيار فنية، ابليكيشن او استمارة التقديم، متطلبات للتقديم، اختبارات سايكومترية او اللي هي اختبار السمات الشخصية. عايزين نطمن ان الشخص ده عنده روح القيادة، عنده الانتماء، عنده حب الوطن. انتوا بتختاروهم منين؟ يعني من اي شريحة بتختاروا؟ مثلا من طلبة المعاهد الفنية؟ لا، دول خارجين مرحلة الاعدادية، يعني كل برنامج عندنا مثلا دولة ايطاليا، الشباب اللي هناك مخلصين اعدادية بيدرسوا 5 سنوات في إيطاليا. يعني انت بتاخدي طالب ناجح في الإعدادية ب 80% كحد أدنى، يعني يبقى جايب 80% في إعدادية، وطالب وراغب يعني 80% ويقبل على التعليم الفني بدل ما يدخل الثانوية العامة، وبدل ما يفكر في أنه يدخل كلية إيه أو جامعة إيه. هل بتلاقوا طلبة كتير بتقدم في المنح دي؟ احنا ابتدينا 2011 صفرنا 130 طالب، السنة اللي بعدها صفرنا 210، والسنة دي 130. الحمد لله احنا الطابور بيبقى طويل جدا من المتقدمين، لان الموضوع زي ما بنقول البايلوت او السنة الاولى هي اللي بتقول الموضوع ناجح ولا مش ناجح. من 2011 يعني لغاية دلوقتي ما جاش اي حد من الناس اللي انتوا بعتوا؟ اول دفعة ان شاء الله التخرج هتبقى 2016. والمفترض ان ايه الافق، يعني ايه اللي يغري طالب ناجح في الإعدادية بمجموع 80%، يعني أمامه أنه يدخل الثانوية العامة وممكن ينجح بمجموع مماثل يدخله كلية، ممكن تبقى كمان كلية قمة في بعض المرات، إيه اللي يغريه أنه هو يسافر في بعثة عشان يرجع إيه؟ التميز. اللي بيغري التميز، أول حاجة إحنا زي ما إحنا كلنا عارفين ومقتنعين أن مصر مش هتتقدم من غير تعليم فني قوي. التعليم الفني هو اللي هياخدنا كلنا لقدام. إحنا محتاجين الإيد الماهرة اللي بسببها هيبقى في استثمار، بسببها ان هيبقى في مصانع كتيره هتتفتح، محور تنميه قناه السويس وخلافه، بعض المشاريع كتيره جدا اللي احنا منتظرينها في المرحله الجايه كاستثمار. ده هيشتغل بايه؟ يا ترى هنستورد عماله تانيه من اسيا ومن بنجلاديش ومن الفلبين، وتبقى عندنا نسبه البطاله زي ما هي، ولا احنا نقلل نسبه البطاله نبتدي نحضر العماله الماهره اللي هتقود هذه العمليه؟ هو دوت الهدف بتاعنا. واحنا بنعمل اورينتيشن او احنا بنعمل تعريف لهدف المنح الدراسيه، بنبتدي بنشرح للناس، ناس بتشوف ان هو ده الطريق الصح اللي هم عايزين بلدهم تمشي فيه. يعني طالب في اعداديه، احنا نتكلم عن طالب عنده مثلا 14 سنه، اكيد القرار ما بيبقاش قراره، او ممكن يكون هو حتى لو طلب ده ما بيبقاش اهله واثقين ان هو قادر على اتخاذ هذا القرار. انتوا بتكلموا الاهل بتقنعوهم ازاي، وازاي الاهل ياخدوا قرار زي ده وهم ممكن يفكروا طب انا ما استنى، ما يمكن يدخل في الثانويه العامه يبقى دكتور، يبقى مهندس، يبقى مدرس، ليه اغير مسار حياته ويرجع؟ وانت برضو ما قلتليش هيرجع هيشتغل ايه. طيب اول حاجه هيرجع يشتغل ايه، ده اللي احنا شغالين فيه من دلوقتي، ان احنا ومن خلال برنامج هناشد تاني رجال الاعمال واصحاب المصانع الكبرى في مصر، احنا لازم نبتدي نربط مخرجات التعليم الفني بالصناعه، وهو ده الهدف اللي احنا شغالين عليه من خلال البعثات التعليميه، من خلال ان شاء الله المعاهد الفنيه اللي احنا بنقدم على انشائها، وهكلم حضرتك عن المعهد الفني الصيني ان شاء الله اللي احنا شغالين على دراسته ان شاء الله وانشائه، وهيكون ده اول معهد فني صيني في مصر. جميل. احنا ابتدينا التجربه ان احنا بنعمل تدريب صيفي للولاد في فتره اجازتهم لما بيرجعوا من واتفر دولتهم اللي هم فيها. فتره التدريب ديت بتبقى في المصانع، في شركات كبيره ومصانع كبيره استقبلت الولاد ده قبل ما يسافروا، يعني خلال فتره الدراسه، يعني في الاجازات لما بيرجعوا في اجازه الصيف، لمده شهرين اجازه الصيف بيعملوا تدريب العملي في المصانع، ودوت بيبتدي بنربط شويه السوق المحلي بالولاد دول. فنمره واحد ان هم هينزلوا يشتغلوا في الصناعه وفي الاستثمار ان شاء الله الفتره القادمه اللي جايه. نمره اتنين احنا بنعمل كيانات تعليميه، واحنا هنعتمد بنسبه 100% على الشباب اللي جاب العلم والمعرفه والخبره من الخارج، ان هو دول هيبقوا مدربين المستقبل واساتذه.